طال عمرك. إذا وزارة العمل عندها باقي من 65 باقي 45 بعقود طال عمرك ويبدلونهم كل سنة. أنت تقول لك الحكومة إحنا ما عندنا اللي بعقود ناخذهم كمؤقتين، حق شنو تاخذ البحريني مؤقت؟ إذا البحريني الدستور يكفله للوظيفة والسكن والصحة والتعليم وكل شيء، أنت حوينهم؟ ليش ما تكفله في الوظيفة؟ ليش ما تأمن له الوظيفة؟ هل معقولة الأجنبي صار أفضل من البحريني؟ خلي يقول لك اللي في الحكومة ديوان الخدمة، خلي يطلع لك الأجانب كم سنة؟ القانون مالهم يقول لك سنتين. ذيك الأيام طلعنا لهم الدرويلية وزراعين وفي الأشغال يشتغلون فنيين وذي على 30 سنة و20 سنة 15 سنة والقانون يقول لك سنتين. ديوان الخدمة المدنية عندها مستشار من 2010. ديوان الخدمة المدنية لو هي تبي صحة توظف ما شاروا حق مسؤول 43,000 5 سنوات، هاي 43 كم موظف فيه؟ ديوان الخدمة المدنية لو تبي توظف صح ما يبتهم بعقود حطاتهم طلعة تقاعد وراجعة، حق شنو؟ ليش أنا طلعة تقاعد وراجعة أوظفه؟ كم أعطي راتب؟ أعطي 5,000 4,000 2,000 يا أخي، حط لي 5 من البحرينيين شغلة. يعني هل ديوان الخدمة المدنية جاد بهاي الأمور؟ أنت هاي المادة الصوت اللي حطها بروحة الأمور تقولك أو المبرر أو أشياء أخرى، شنو الأشياء الأخرى؟ حق شنو تعدل حق روحك تحطون؟ ليش ما نوظف البحرينيين؟ ليش ما في بيت ما يخلى من البحرينيين؟ لو بس محسوبين على جمعية واحدة نحطهم اللي نبيهم نوظفهم والبقايا ما نوظفهم أو نحط لهم عدوات، ليش؟ هل هذه ديوان الخدمة المدنية بينصف المواطن؟ هذه ديوان الخدمة المدنية بس احنا قلنا وعيزنا نقول ديوان الخدمة المدنية لا يبي تغيير الدماء ماله ويدمجونه ويا وزارة العمل، شو مسويين؟ كل واحد يطق اللوم، هذاك بيطلع لنا بتصاريح وظفنا 20 و30 ألف، البحرينيين ما يجون 20 ألف عاطل، وين توظفتم؟ ولا يجونك هاي العطال؟ لمتى هذه؟